أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية بفعل التوترات في المنطقة التي أبقت الأسعار على ارتفاع. فقد أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ دولارا وثمانية وعشرين سنتا ليصل إلى 76 دولارا وأربعة وثلاثين سنتا، في حين أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولارا وثمانية وعشرين سنتا ليصل إلى 79 دولارا وأربعة عشر سنتا. ذكر موقع الشفافية الحكومي في كردستان العراق أن حجم الواردات غير النفطية لمحافظة السليمانية وتوابعها قد بلغ أكثر من 4 مليارات دينار في الأسبوع الماضي. وأضاف الموقع في أثناء تقرير أسبوعي أن الواردات النفط غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبشة وكذلك في إدارتي كرميان ورابرين من الثالث من شهر شباط الحالي وحتى التاسع من هي 4,089,758,790 دينار. أكد الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل النبي أن الأموال المرسلة من بغداد إلى أربيل البالغة 618 مليار دينار لا تكفي لصرف جميع رواتب الموظفين في كردستان العراق. وقال فاضل النبي أن جميع الخدمات ستتوقف في جميع المؤسسات الرسمية بكردستان العراق ولن تستطيع القيام بعملها لأن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج إلى الأموال لديمومة عملها. وأضاف أن حصة كردستان العراق في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، تضاف إليها 96 مليار دينار من أموال التقاعد لم تلتزم الحكومة بإرسالها. أكد مرصد العراق الأخضر المعني بشأن البيئي أن محافظتي البصرة ونينوى أصبحتا تحويان على أكبر نسبة من الأراضي الزراعية المتروكة. وذكر المرصد أن البصرة تعاني زيادة في الملوحة في التربة بسبب كمية المياه ونوعيتها التي تصل إليها والتي تكون في أسوأ أحوالها. كذلك تعاني نينوى بسبب ترك أرضها بعد العمليات العسكرية. أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية علي أصغر عباس زادة نمو مرور البضائع من حدود سومار إلى العراق بمعدل 55%. وأكد مدير الجمارك الإيراني أن إحصائيات صادرات البضائع من حدود سومار لمدة 10 أشهر تبين تصدير 642 مليون دولار من بضائع التصدير. وأضاف أنه بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي فقد ارتفعت كمية البضائع المصدرة إلى العراق بمعدل 55% من حيث القيمة و 36% من حيث الوزن. الآن مشاهدينا إلى أسعار المعادن والعملات. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد. السلام عليكم.